أهلا بكم بفيديو جديد من الموسوعة العربية الشاملة. اليوم سوف نتحدث عن مسببات الإجهاض المتكرر. عندما تنقسم خلايا الجنين سنجد أن من الوارد حدوث خطأ عشوائي بالكروموسومات، ونجد أن الاضطرابات الصبغية أو العوامل الكروموسومية نسبة حدوثها حوالي 50%، وربما يتعرض الحيوان المنوي أو البويضة للتلف، وقد تتعرض المشيمة لبعض المشكلات التي تسبب الإجهاض. ربما يحدث نتيجة وفاة الجنين برحم الأم في حالة وجود بويضة تالفة، وهو ما يسمى بالحمل الغير جنيني عند الإصابة بالحمل العنقودي الكامل، وهو نمو المشيمة بشكل غير طبيعي ينتج عنها جنين به عيوب خلقية وتشوهات خطيرة. أنواع الإجهاض: الإجهاض الناقص معناه أن الطفل يلقي جزءاً من المحتويات الخاصة بالحمل ويتبقى جزءاً آخر يظل كما هو داخل الرحم، ولكن بالنهاية لا يكمل نموه. الإجهاض المهدد: نزيف مهبلي تتعرض له المرأة بالمرحلة الأولى من الحمل. الإجهاض المفقود: هنا لا يحدث أي تطور للجنين ويموت داخل الرحم، وقد تعاني المرأة من نزيف بسيط، ولكن عند الفحص لا نسمع صوت نبض الجنين. حكم الإجهاض: حرم الإسلام قتل الجنين ووضع فدية لهذا الفعل، ولكن هناك مجموعة من الحالات يجوز فيها الإجهاض. إذا كان الطفل لم يدخل عمره في الأربعة أشهر وأثبت الأطباء أنه مشوه بشكل كامل أو لديه عيوب وراثية أو مشكلات طبية صعبة تهدد حياته، وفي حالة أن البقاء عليه يسبب خطرا كبيرا على حياة الأم وقد يعرضها للوفاة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وأيضا تقدروا تتابعونا على السوشيال ميديا إنستغرام، فيسبوك وتويتر.